عشان حضرتك في محضر كبار، انا متصور يجب ان الواحد مش يتكلم في الحته العلميه او التدريسيه او الحته الحرفيه، لا، مطلوب مننا علينا عيب نقول الناس بره احنا عندنا ايه، لان كتير من الشعب فاقد الثقه ان عنده ايه، مش حاسس. بس سياده المال والمبادئ سياده الرئيس عاملين بروجرام المنظمات كلها فكره ظلم دلوقتي. خلاص ده لو وصلنا المواطنين العاديين، المواطن العادي او بالتنسيق مع التربيه والتعليم اللي هم دول على طول يجوا يشوفوا السطح ده اللي موجود ده.